الله. طيب احنا بقى بنتكلم كنا عن ماتش الاهلي وسونديب، وكان سؤالنا لحضراتكم توقعاتكم ايه. خلينا برضو نعرف توقعات كابتن عادل مصطفى، هو معانا دلوقتي على التليفون. يا كابتن صباح الخير على حضرتك في البدايه. صباح الخير عليكم. صباح الخير على صباح الخير على جمهور الاهلي كله. الصوت بعيد جدا. صباح الخير عليكم وعلى جمهور الاهلي كله. صباح الخير عليك يا كابتن. وكنا بنتكلم لحضرتك سمعتني، توقعات حضرتك في البدايه كده لماتش النهارده باذن الله يكون كام كام؟ لا هو احنا مفيش في الكوره كام كام، في الكوره الاداء كويس وصعود، وبعد كده كام كام يعني التوقعات يعني ممكن نسيبها للجمهور شويه هم اللي يتوقعوا. احنا بالنسبه لنا بيبقى اهم حاجه الاداء كويس واللعيبه تأدي بشكل كويس، ويكون في اطمئنان للقادم، يعني يكون في ترسيخ لمكانه الاهلي في افريقيا، وهو ده الاهم يعني. جميل. طيب الاهم النتيجه على قد ما قد انك يعني تبعت رسائل من بدري ان الاهلي. انا الصوت بالنسبه لي مش واضح يا جماعه، انا مش سامعه كابتن عادل خالص. طيب كابتن عادل لغايه لما نشوف نحل مشكله الصوت. عايز طبعا اولا في البدايه بصبح على حضرتك كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. اهلا بيك ودايما منور. ده نور حضرتك، ربنا يخليك، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا بقى ان شاء الله لايف بقى كده معانا في الاستوديو باذن الله ان شاء الله قريب. طيب فنيا بقى يا كابتن عادل، يعني حضرتك قلت ان طبعا في كره القدم يعني يخلي الجماهير هي اللي تتوقع، واحنا التوقعات خدت البعض من الجماهير لغزاره تهديفيه غير متوقعه. في ناس توقعت ان ممكن الماتش يخلص 7-9-0 وحاجات زي كده. فنيا بقى يا كابتن عادل، يعني فكره ان انت بتلاعب فريق تاريخه لا يقارن بتاريخك، فكره ان انت بتلاعب فريق يمكن خلفيته يعني مبهمه الى حد ما، هل دي امور بتاثر على اداء اللعيبه؟ هل بتاثر على توجيهات المدرب؟ ولا النادي الاهلي في كل الاحوال زي ما دايما بنقول وبناكد ملوش علاقه بحجم او بمدى قوه الفريق المنافس قد ما ليه علاقه بان الاهلي هيلعب بروح الفانيلا الحمراء وهيلعب بالاداء المتفق عليه وبالخطه المتفق عليها بغض النظر عن طبيعه الخصم؟ ده حقيقي طبعا. النادي الاهلي ما بيبصش هو بيلعب مين، هو الاداء واحد في كل الاوقات، وبالذات لما تكون بتلعب بطوله افريقيا لازم ادائك يبقى طول الوقت مميز وادائك طول الوقت جيد، ولكن المباريات دي بتبقى ليها طابع خاص او ليها تفكير خاص او مختلف عند المدرب وعند اللعيبه كمان. ان المباريات دي هي بتبقى المباريات اللي انت تقدر تريح فيها اللعيبه، تقدر تشيل منها لعيبه بعينها بتلعب كتير، تقدر تريحها من المباراه، تقدر يبقى المباراه دي يبقى فيها ناس ما بتاخدش كتير ماتشات تبدا تدخلها في الماتشات دي، هي بتقدر ترجع لها الثقه تاني. الامور بتبقى الى حد ما اسهل شويه من الماتشات اللي اكبر من كده، ولكن التركيز فيها بيبقى عالي، لان ممكن تلاقي حد بعيد ماتشات زي دي ترجعه تاني، ممكن يبقى حد ما بيلعبش بقاله فتره ويرجع لمباراه زي دي ترجعه او تفوقه بلغه الكوره بتخليه يرجع تاني بشكل جيد. فالمباراه ليها اهداف مختلفه عن غير ان النتيجه تبقى كام. طب برضه تفصيله ارضيه الملعب يا كابتن عادل، يعني طبعا ناس كتير جدا علقت على ان ربنا سترها من واسع زي ما بيقولوا في المباراه الذهاب، لان ارضيه الملعب كانت ما يعلم بها الا ربنا بالبلد دي كانت زي ما بيقولوا، وكانت النتيجه 1-0، وطبعا الكل متفائل طبعا بطبيعه الحال عشان ارضيه الملعب اللي هتتلعب عليه مباراه النهارده طبعا لا تقارن بارضيه الملعب في مباراه الذهاب، ولكن ما هي ارضيه الملعب ميزه للطرفين ولا ايه؟ لا هو بص خلينا نبقى عارفين، والناس يعني معظم الجماهير عارفه ده، ان افريقيا الملاعب مش احسن حاجه، مش في كل البلاد الملاعب احسن حاجه، ممكن تلاقي بلاد ثانيه الملاعب كويسه وملاعب صحيح مشابهه لملاعبنا، وده طبيعي. هو اللي مش طبيعي ان الملاعب بتبقى اقل شويه، حتى اللي ما عندوش ملاعب كويسه بيقلب نجيل صناعي عشان تبقى الامور فيها يبقى الامور متساويه شويه، لكن مش ده. احنا طول عمرنا في النادي الاهلي تلعب ببطولات بره مصر، في افريقيا وارد جدا بتلعب ملاعب سيئه، وده شيء طبيعي جدا. بدايه ان جوه الملعب السيء النادي الاهلي ادى بشكل كويس وعمل مباراه جيده صحيح. وكسب اللقاء، فارضيه الملعب ما بتبقاش عائق للاعيب كتير. هو طبعا بتقلل شويه من سرعه الكوره، بتقلل شويه من التفكير، ولكن بتزود نسبه معدل الاصابات في بعض الاحيان طبعا، وده شيء مفروغ منه، ولكن الانديه الكبيره بتلعب تحت اي ظروف، خلينا نتفق على ده. الانديه الكبيره حتى لو بتلعب فاينل في بطوله زي دي، الاهلي قبل كده لعب القطن الكاميروني ولعب فرق واخد ولعب ماتشات سوبر فاينل في ماتشات في ملاعب مشابهه لدي، ولكن مش يعني
اه طبعا هي نقطة مهمة، لكن هي مش عائق بالذات للفرق الكبيرة، الفرق الكبيرة اللي عايزة تأدي في أي وقت بتأدي في أي جو. ولكن احنا هو الهدف، الأهداف الأهم في المباراة النهاردة إن الدوافع إيه؟ الدوافع عند ناس جديدة أو ناس ما بتاخدش بطريقة كاملة في المباريات، تبدأ تدخلها بشكل تدريجي، تبدأ تديها النهاردة مباراة تثبت ذاتها، إن هي نفسيا بيعلي الروح المعنوية للعيبة البعيد اللي ترجع لما بيرجع على مباراة إلى حد ما سهلة بتبقى الامور شويه اسهل غير لما يدخل على مباراه صعبه. فدي اعتقد هي دي اهداف المباراه النهارده، اهداف المباراه ان انت تدخل على اللقاء تاخد منه احسن حاجه، مش شرط النتيجه على قد ما، لكن المهم فيه ان انت تكسب اكبر كم من اللعيبه. النهارده في لعيبه مريحه ودي حاجه كويسه، ما يبقاش عليهم ضغط مباريات كتير طبعا. فاعتقد هو ده الهدف الاول النهارده، مش النتيجه على قد ما ان انت تدخل عناصر جديده، تدخل الملعب النهارده عناصر جديده تقدر تأدي بشكل كويس يتناسب مع الفتره اللي جايه ان شاء الله. الهدف طيب ده يتحقق. كابتن عادل يا حضرتك سامعني كده؟ انا سامعك اول انا الصوت ما كانش واضح قوي بالنسبه لي، معلش. انا كنت عايزه اروح مع حضرتك لنقطه حراسه المرمى، ومعلش هرجع تاني. طبعا حضرتك بتتكلم عن فكره هنا الصعود والتكنيك، بس انا حابه ان انا كمان اتكلم على السكور. يعني ما اعتقدش ان دي حاجه مش ممكن احنا نتكلم عنها. يعني كابتن شريف عبد المنعم كان معانا قبل كده برضو، كان مباراه سابقه للاهلي وتحدث عن توقعاته للمباراه، فخلي دي بس في الاخر. انا عايز اروح مع حضرتك هنا برضو النقطه مهمه جدا، حراسه المرمى. احنا عندنا دلوقتي غياب للشناوي برضو، فخلينا نعرف من حضرتك توقعاتك وحراسه المرمى ما بين صن ديب والاهلي. حراسه المرمى يعني لازم نبقى فاهمين ان حراسه المرمى لازم الحارس ياخد ماتشات كتير عشان يوصل لاعلى مستوى ليه. لما نيجي نتكلم على كل الحراس الكبار اللي وصلوا لتاريخ كبير في مصر او في النادي الاهلي، اخد كم ماتشات كتير جدا عشان يبقى عنده الفورمه اللي هو وصل لها. لو جينا اتكلمنا عن الشناوي هنلاقي ان الشناوي كان موجود في الاهلي، لعب ماتشات مش كتير، خرج لعب لثلاث انديه، بعد كده رجع الاهلي تاني. رجع كان رقم ثلاثه وبعد كده بقى رقم اثنين. الظروف خدمته ان هو وصل بيلعب كاس عالم، بقى الحارس الاساسي في كاس العالم لمنتخب مصر. فالامور شويه فيها وقت، بالذات حراسه المرمى. حراسه المرمى ما ينفعش احكم بدري على حارس المرمى. حضري ما بعد 2006 مختلف عن ما قبل. ما بعد 2006 عمل تاريخ كبير جدا، او قبلها مع النادي الاهلي في بدايته غير في النهايه. الحارس المرمى بالذات لازم ياخد وقت كبير جدا ان انت ياخد ثقه، بياخد كم مباريات، كم دقائق كتير جدا يلعبها. دي نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها. فالشناوي ما وصلش اللي هو فيه ده. الشناوي ما شاء الله احسن حارس مرمى في مصر دلوقتي، ونقدر نقول في افريقيا كمان، بس ما وصلش لده من فراغ، وصل لده من كم مباريات متتاليه، كم خبرات كتير، بالذات كمان حراسه المرمى خبراتها بتيجي بعد فتره من اللعب، ما بتجيش مره واحده. حتى حراس المرمى الصغيرين بيبقى مميز، ولكن عنده كم خبرات عنده اقل شويه. طب حضرتك تتوقع مصطفى شوبير ولا علي لطفي النهارده في حراسه المرمى؟ اعتقد هو الترتيب بيبقى علي لطفي، هو اعتقد هو اللي هيبدا اللقاء. علي لطفي برده خلينا نتفق ان النادي الاهلي لما اشترى علي لطفي ان هو كان بيأدي بشكل جيد جدا في الدوري الممتاز، علي من الحراس المميزه في الدوري. ولكن احنا عندنا مشكله، الجمهور بيحكم ان ممكن حارس المرمى يقعد فتره طويله ويجي يلعب مباراه ما يبقاش في التوب فورم بتاعته، وده طبيعي جدا ان حارس المرمى لازم يلعب كتير. ولكن خلينا نتفق ان علي لطفي لما دخل النادي الاهلي كان هو من العناصر المميزه اللي في الدوري. صحيح. ولو علي لطفي بيلعب في نادي تاني دلوقتي غير الاهلي، هتلاقيه بيأدي بشكل كويس، وهتلاقي ان الاهلي عايز يشتريه. فاحنا حته حراسه المرمى محتاجه صبر قوي، محتاجه وقت ان احنا نقدر نحكم عليها. ولكن انا شايف حراسه الاهلي بخير. لو الشناوي مش موجود وعلي لطفي اخذ كام مباراه متتاليه، اعتقد هيأدي بشكل كويس، وكمان الواعد مصطفى شوبير ممكن كمان يأدي بشكل كويس. فالامور انا مش شايف فيها مشكله خالص، ده شيء طبيعي ان الحراس الكبار بياخدوا وقت كبير جدا، فالحارس الثاني بيبقى طبيعي بيبقى بيقعد فتره بعيد، فلما بيرجع ما بياخدش بالفورم بتاعته. صحيح، دي نقطة صحيحة. فبياخد وقت يعني. طيب آخر حاجة بس، وبعيدا عن استوديو التحليلي وكابتن عادل مصطفى، أنا هتكلم يعني كابتن عادل الأهلاوي، توقعات حضرتك لو حابب تقولها لنا النهاردة من وجهة نظرك. لا، الأهلي ممكن يكسب، الأهلي هيكسب نتيجة كبيرة. الأرقام بالظبط مش عارف إيه، بس الأهلي هيأدي. الأهلي من سنتين كسب فريق في أفريقيا برضه 9،
وده كان اكبر رقم في احنا حققناه. فاعتقد النهارده ممكن يبقى فيه سكور كبير، ولكن الرقم يعني ايه ما اعرفش، لكن ان شاء الله يبقى فيه سكور كبير ويكون فيه اداء كويس. حصل ده مع حضرتك انت شخصيا يا كابتن عادل. اولا انا بس عايز اكرر طلبي ان حضرتك ان شاء الله لازم تنورنا هنا في الاستوديو باذن الله في حلقه ان شاء الله قريب معاكم، ده انا بتشرف عشان اكيد عندك ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي، واكيد في مباريات يعني مميزه جدا ما تتنسيش. ممكن حضرتك حتى تدينا كده نبذه عن مباراه منهم ونستفيض في التفاصيل لما تيجي تشرفنا في الاستوديو ان شاء الله، ماتش ما يتنسيش في مشوارك مع النادي الاهلي يا كابتن عادل. انا عندي ماتشات كتير، ولكن هو ماتش كايزر تشيفز في بطوله افريقيا، بما اننا بنتكلم عن بطوله افريقيا كان مباراه السوبر الافريقي بين كايزر تشيفز والاهلي سنه 2002، ودي المباراه اللي كسبناها 4-1 في القاهره، ودي كانت من اهم مبارياتي مع النادي الاهلي، ومن اكثر المباريات اللي ادارت جوه الملعب بشكل كويس من مستر مانويل جوزيه. دي اكتر حاجه، وان شاء الله ابقى موجود معاكم قريب ونتكلم معاكم. نسعد ونشرف بوجود حضرتك معانا كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك وكل سنه وانت طيب، وسعدنا وتشرفنا بوجودك معانا.